السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذكاء الاصطناعي داخل قريب في كتابة الإيميلات. جوجل بدأت في الموضوع دوت. أنت مجرد بس تكتب أنت تبعت لمين، هو يكتب لك على طول هاي فلان. تبدأ تكتب أي كلمة، هو يستنتج الجملة ويرشح لك. مجرد تدوس تاب يبدأ إن هو يكتبها لك. ده طبعا هيوفر وقت كتير جدا. تمام، هو طبعا الذكاء الاصطناعي بيتعلم من الإيميلات. كتب حرف واحد بس راح مديك الجملة كاملة، وانت لو كتبت حرف تاني يبدأ ان هو يستنتج ايه الكلمة اللي انت ممكن تكتبها او ايه الجملة اللي انت ممكن تكتبها. تمام، من خلال طبعا هو بيطلع على ملايين الايميلات اللي كل يوم بتتبعت.